أنس من مدينة الدار البيضاء. أنس ألو، صباح الخير. صباح النور. أهلا أنس، كيدايرة لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك. تحية ليك، تحية للطاقم ومثقف الكلمات وكاع. الله يبارك. أنس، كنتي كتفرجي في الرسوم المتحركة؟ أنا درتي الدخلة ديال سالي. أنا هنا. إوا تنبدا ديك الرسوم، كاينة عندنا ديك النزعة ديال الرسوم ضروري. كبر عند الدراري الصغار. نعم أنس، واخا كبرتي مازال فيك واحد الطفلة صغيرة الداخل. ما عرفتش أختي ولا ما عرفت. ما عرفتيش منين أنت؟ ما عرفتيش نعرف أنا. وزعما أنتوما اللي كتشوفوا غتقولوا لي. كنسمع مازال ما شناش، مازال ما شفنا والو. إوا كنشوف فيه أنا بعدا، كنشوفك بقلبي شتي غلبتك. الله الله، وأنا كنشوفك بروحي يا لالة أنس. يا ناري ناري. عرفتي، خلينا في الطياب يلا. أنا نعطي واحد الغريبة بالتمر. غريبة بالتمر. التمر ياك. كنحتاجو فيها 230 غرام ديال دقيق فرص. 230 غرام ديال دقيق فرص. واحد الميقة صغيرة ديال القرفة مطحونة ممسوحة، الميقة تكون ممسوحة غاز، يعني هكا ماشي عامرة بزاف. يعني ماشي مقببة. لا ماشي مقببة. يعني على قد المعلقة ديالنا. أييه. 80 غرام ديال الزبدة مذوبة. 80 غرام ديال الزبدة مذوبة. 100 غرام ديال السكر سنيدة. 100 غرام. ديال السكر سنيدة. واحد 150 غرام ديال التمر مقطع قطع صغيرة، مسحون ومقطع قطع صغيرة، يكون التمر زوين. نعم، من الأحسن يكون معلك اللي معلك شوية، يكون باش ما يجيش طيب شوية. أييه. واحد بيضة. بيضة. ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب سائل. ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب سائل. والتزيين نحتاجو نصوصة ديال الكركاع. نعم، نصيصة ديال الكركاع. أييه. زين، الطريقة كنخلطو داك الدقيق فرص. نعم. مع القرفة والزبدة. وسكر سنيده. yeah. خلطو مزيان، بعد نزيدو التمر مقطع وخلطو مزيان حتى نحطو على العجينه هكا شويه، غير تخلط شويه مزيان مع الزبده. yeah. بعد كنزيد نطربو ديك البيضه مع داك الحليب. mm-hmm. ونزيدوهم الخليط ديال الدقيق وداكشي، ونبقاو نجمع تكون عندنا عجينه. mm-hmm. نديرو منها كويرات صغار. ونديرو نديروها في طاوه فيها بابي سلفوريزي. ايوه. نحطو ديك الكويرات هكا صغار، ونحطو فوق منهم نصيص ديال الكركاع، ونوركو عليهم شويه غير باش يلصق ديك الكركاع باش تطلع غير شويه. يعني طيب شي شويه، يعني تجينا غير نوركو على ديك الكركاع بعدا باش تشدها، عاد ندخلوها للفران. أيه. واحد 20 دقيقه هكذاك. ما تحتاجش طيب بزاف. لا لا لا، دغيا دغيا ما كاملاش، صافي وبالصحه والراحه. يعني التمر مع ديك الترميله ديال العناصر مع ديك الكركاع اللي غيكون حين مرشي شويه. لا دقنا دقنا انا وكوتا. تبارك الله عليك. صباحكم مبروك حبيبي. لا لا، اختك شكرا لك. طلبه